أهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من برنامج حديث العلم. المركز القومي للبحوث بيعتبر صرح علمي مصري كبير، ليس في مصر فقط ولكن في العالم وفي منطقة الشرق الأوسط تحديدا، ويعد منارة أيضا للأبحاث العلمية سواء على المستوى الإقليمي أو المستوى الدولي. المركز القومي للبحوث بيضم العديد من الأقسام العلمية والطبية وأيضا الوحدات العلاجية المختلفة. وحدة العلاج بالأنزيمات بتعتبر من أهم إسهامات أو مساهمات المركز القومي للبحوث في تشخيص وعلاج الأمراض الوراثية. خلينا نتكلم عن هذه الوحدة وعن هذا الموضوع بشكل مفصل مع الدكتورة إكرام فطين، أستاذ الوراثة البيوكيميائية بالمركز القومي للبحوث وأيضا المشرف على وحدة العلاج بالأنزيمات. دكتورة إكرام مساء الخير. مساء النور، أهلا بحضرتك والسادة المشاهدين. في البداية عايزين نتعرف على إيه هو معنى أو المقصود بالعلاج الإنزيمي التعويضي. حضرتك عارفة إن في أمراض وراثية عديدة كتير جدا، ولحد أوائل التسعينات ما كانش في علاج لها. أغلبية الأمراض دي ما كانش في علاج لها. الأمراض دي كانت بسبب نقص إنزيم واحد في الجسم. تخيلي حضرتك، في إنزيم واحد يؤدي إلى العديد من المشاكل. ابتدى الأطباء يشتغلوا على الكلام ده، وأول مرض ظهر له علاج بالإنزيم التعويضي كان مرض اسمه جوشيه. جوشيه ظهر له بالعلاج بالإنزيم التعويضي في أوائل التسعينات، وكانوا بيستخلصوا، شوفي بقى حضرتك إزاي، بيستخلصوا هذا الإنزيم من المشيمة. كانوا يجمعوا المشيمة في مستشفيات الولادة ويستخلصوا منها هذا الإنزيم ويحولوه لمنتج عشان نحقنه في الأطفال المصابة بمرض جوشيه. ونجحت هذه العملية، ومصر كانت من أوائل البلاد اللي بدأت العلاج، واحتفلنا بأكثر من 25 سنة على بداية علاج مرضى جوشيه، وعندنا مرضى الحمد لله كبروا وتزوجوا وأنجبوا كمان. إنما ما استمرتش الحكاية إن إحنا بنجمع المشيمة ونستخلص منها الإنزيم. طبعا العلم تطور وتكنولوجيا الدي ان ايه ظهرت، وابتدى تصنيع الانزيم عن طريق التقنيات الحديثه والدي ان ايه والريفرس دي ان ايه، وابتدينا نصنع الانزيمات. فاول انزيم برضو تصنع بالطريقه دي هو جوشيه. تمام، وده اللي المرضى بتوعنا في العالم كله عندنا بياخدوه. ابتدى في أوائل الألفية الثانية يظهر لمرض MPS، ميوكوبوليسكرايدوزيس، النوع الأول علاج. طيب العلاج ده طبعا العلاجات دي حضرتك مكلفة جدا. وغالية جدا. وبعدين احنا عندنا كان مرض جوشيه المريض بياخد الجرعة بتاعته مرة كل أسبوعين. تمام، لا MPS لأنه مرض أشد بياخد الجرعة مرة كل أسبوع، إذن فالتكلفة عالية جدا لما حضرتك تاخدي مرة كل أسبوع غير لما تاخدي مرة كل أسبوعين. وابتدينا حضرتك من 2003 و2004، لأن احنا المعمل المرجعي لتشخيص الأمراض الوراثية في مصر، فكنا خلاص احنا بقالنا فترة بنشخص الأمراض دي وعارفين المرضى بتوعنا وكده. فلما ظهر العلاج ابتدينا نسعى إن الولاد المصابة يجي لهم العلاج أسوة بمرض جوشي اللي هو كان ظهر لأول علاج. الحقيقة دي كانت رحلة متعبة جدا ومرهقة جدا، وأنا تركت كل الأبواب عشان الأطفال دي تحصل على العلاج بتاعها، ورحت لكثير من الجمعيات الأهلية عشان تدي العلاج، بس العلاج مكلف جدا. ومدى الحياة يعني هو مش هياخد جرعتين وخلاص، لا ده العلاج مدى الحياة. لحد ما في حضرتك واحد من الأهل طبعا في من 2003 2004 احنا وصلنا ل 2013، احد الأهالي بقى كان ظهر علاج لمرض MPS 6، كان عرف وفضل يكافح يكافح وجيب حكم محكمة انه يحصل على العلاج.
وده كان أول مريض يدخل المركز القومي للبحوث ويحصل على علاج، وأول مريض في جمهورية مصر العربية يحصل على هذا العلاج. ده لأن الوحدة الأنزيمات في المركز أنشئت عام 2013 ديسمبر 2013 أول مريض دخل عندنا وابتدى يتلقى العلاج. وابتدت الحالات تزيد، وابتدى أمراض أخرى يظهر لها علاج برضو، MPS 1 وMPS 2 وMPS 4 وMPS 6، دول المجموعة اللي ظهر لهم علاج. وابتدينا طبعا خلاص الولاد بياخدوا التقارير من عندنا، بنشخصهم، بنكتب لهم تقرير، بيروحوا للأسف يرفعوا قضية على التأمين الصحي عشان يقدروا يحصلوا على العلاج. أنا من هنا من عند حضرتك من 2013 لحد النهاردة، يعني قربنا على 10 سنين. الولاد إحنا أسبوعيا بنشخص أطفال جداد، عقبال ما يحصل على العلاج بتكون فات سنتين، إحنا حسبنا تقريبا سنتين. سنتين دي بيتدهور فيها الطفل، يعني إحنا ما عندناش مشكلة تشخيص، إنما عشان يروح يرفع قضية ويدخل محاكم وهذه التكلفة كلها، وبعدين عشان يحصل على علاج كتير قوي. ما خلاص من 2013 ولاد بيعملوا قضية، احنا جهة حكومية ما نكتب تقرير حضرتك وبيتمضي منا ومن رئيس المركز وياخد خدمة الناس، وأرجوكي أرجوكي يا وزارة الصحة اصرف لهم العلاج بهذا التقرير. هتوفري سنتين، هتوفري معاناة أسرة، وكمان هنلحق الطفل، لأن إحنا في أطفال توفوا أثناء الفترة اللي محتاجين فيها المكافحة للحصول على العلاج. مناسبة لوزارة الصحة إن هي تسريع علشان نقدر نلحق الأطفال طبعاً، أو الأشخاص دول. وخلاص ما يعني بقاهم بيرفعوا قضايا من سنة 2013. طيب أرجوكم خلاص حضراتكم، العلاج الوزارة حقيقة مشكورة بتوفروا كل الجرعات دلوقتي وبانتظام للأطفال كلها. طيب يا ريت، بس هل يمكن العدد كبير؟ ده ملوش علاقة حضرتك، يعني حضرتك ليه يرفع قضية؟ عدد قليل. طيب ما في ناس تانية كل المرضى بتروح الوزارة وبتحصل على العلاج بتاعها. طب مين هم الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمرض ده؟ حديك بقى جيتي على الكلام الصعب. حديك كلها أمراض صفات متنحية، وأغلبية 88% المرضى اللي عندنا نتيجة زواج الأقارب. إذن زواج الأقارب هو المسبب الرئيسي لانتشار الأمراض الوراثية في جمهورية مصر العربية. ياريت نبعد عن هذه العادة، عادة زواج الأقارب هي السبب الرئيسي لظهور العديد، احنا حضرتك بتوع وراثة وراثة بشرية، فبنشوف العديد من الأمراض كلها ناتجة عن زواج الأقارب. بس مش معظم الزيجات بيبقى فيها أمراض، يعني هل لو في اختبار قبل الجواز للاثنين اللي هيتجوزوا، يعني لو كانوا أقارب من الدرجة الأولى زي ولاد عم ولاد خالة، هل لو في تحليل إجراء تحليلات قبل الجواز ده بيقدر يخليكوا تعرفوا إذا كان هيبقى فيه أمراض وراثية؟ أنا هقول لحضرتك، حضرتك في كم مرض وراثي؟ ألفات. ألفات الأمراض الوراثية. هل أنا أقدر أخد من حضرتك عينة دم وأعمل لك تحليل واحد وأقول لحضرتك أنت سليمة 100%؟ ما ينفعش. لو حضرتك بتشتكي من أمراض الكبد بنعمل وظائف كبد، من أمراض الكلى بنعمل وظائف كلى، وهكذا. الأمراض الوراثية ما تقدريش تعملي تحليل واحد وتقولي للناس انت سليم 100%. لازم يجي عندنا المركز القومي للبحوث، خاصة اللي عارفين ان في مرض وراثي، وييجوا يقولولنا ايه هو المرض الوراثي، ونعمل لهم استشارة وراثية، واذا كان نستطيع ان نشوف نكشف عليهم انهم حاملين للصفة الوراثية ولا لا، ده طريق تاني. عشان كده اللي عنده مرض وراثي أرجوك ما تخبيش الطفل، ما تخبيش عن عيلتك، دي توعية. لازم تقول في المرض الفلاني في العيلة، وأنا ابني عنده كذا، وخلوا بالكم وكفاية جواز قرايب في العيلة. إنما للأسف، وأنا أحكي حضرتك من واقع اللي بشوفه كل يوم مع المرضى بتوعي، حضرتك يعني بيبقى شخصنا مرض وراثي
واقول لهم الكلام ده ارجوكوا كفايه جواز اقارب والمرض من ناحيتين 50% من الزوج و50% من الزوجه، والاقيه بعد شهرين ثلاثه جايب لي اخوه اصله خطب اخت المدام دي بنت عمه كده. طبعا مسألة صعبة. وحدة العلاج بالإنزيمات اللي أنشئت 2013 يعني بتعتبر أكبر وحدة لعلاج أمراض التمثيل اختلال التمثيل الغذائي. قبل ما نتكلم عنها عايزين بس تعريف لهذا المرض. أنا حضرتك بحب كلمة أمراض وراثية، هي أمراض وراثية. أمراض وراثية لأن كتير من المرضى بتوعنا وهم مرضى بسطاء بيفتكروا تخليق أي خلل في التمثيل الغذائي إن بعلاج هنكتب لهم غذاء معين وده هيخففهم، لا حضرتك دي أمراض وراثية بتحتاج علاج معين. في بعض اختلالات أمراض التمثيل الغذائي وأشهرها مرض البي كي يو اللي هو الفينايل كوتينوريا فعلا محتاج دايت. غذاء معين بنمنع عنه الألبان، بنمنع عنه البروتينات، بنمنع عنه حمض أميني هام للجسم فينايل ألانين وبنديله حاجات تعويضية وبيمشي طول العمر على هذا النظام الغذائي. إنما ده مرض واحد اللي هو الفينايل كيتونوريا وأخوه جلاكتوزيميا اللي هم الأطفال اللي ما بيستحملوش منتجات الألبان مما بيؤدي تضخم كبد، تضخم طحال، صفرة، وحضرتك اللينز بتاعت العين بيحصل فيها كتر، يجي لهم مرض كترك من وهم مولودين تقريبا. فده محتاج نظام غذائي. أغلبية الأمراض الوراثية ليس لها علاج، كل لها علاج بالإنزيم التعويضي، وده اللي بنعمله في المركز القومي للبحوث بالتعاون مع وزارة الصحة. طيب إزاي نقدر نعرف أو نشخص إن في اختلال في التمثيل الغذائي ومضطرين إن إحنا نروح للدكتور؟ شوفي حضرتك في أمراض زي ما قلت حضرتك الفينايل كيتونوريا ما بتبانش الأعراض إلا على سنة. طيب في حين إن في تدمير لخلايا المخ مستمر من يوم الولادة، تخيلي حضرتك، فهو مش هيكتشف إلا عند سن سنة لما يكون سبب المرض إعاقة ذهنية ودي حاجة خطيرة، في حين إن إحنا لو اكتشفناه من أول يوم واديناله الألبان المخصوصة اللي الحقيقة برضو وزارة الصحة بتوفرها ومشي على النظام الغذائي هيبقى إنسان طبيعي يروح المدرسة. الأمراض دي هي دي اللي بنعمل لها المسح الوراثي للمواليد اللي هي الحمد لله وزارة الصحة دخلت مرض الفينايل كيتونوريا إلى مرض نقص هرمون الغدة الدرقية في المسح الوراثي اللي بيشمل كل مواليد جمهورية مصر العربية. طيب هل في علاقة بين اختلال التمثيل الغذائي بأمراض الإعاقة مثلا؟ أيوة حضرتك، إحنا لما هنيجي نتكلم الأمراض اللي إحنا بنعالجها خلاص، مرض الـ MPS، مرض الـ MPS واحد حضرتك مثلا بيسبب ان كبر في حجم الجمجمة خلاص، عتامة على القرنية، تضخم في اللوزتين واللحمية مما بيسبب التهابات مستمرة في هذه المنطقة ويسبب التهابات في الأذن الوسطى مما يؤدي بعد كده لفقدان السمع. تمام، بيسبب مشاكل في القلب، بيسبب مشاكل في المفاصل، بيؤدي لتضخم في الكبد والطحال، في تغيير في شكل الطفل بنسميه يعني في تغيير، هتلاقي ملامحه متغير وكل ما بيكبر الملامح بتزيد. بعضهم بيبقى عنده إعاقة ذهنية شديدة وفي منطقة في النص بيكونوا معقولين وفي بعضهم بيكون سليم تماما اللي بنسميه شاي، فاحنا عندنا هيرلر شاي وشاي. نعم، فحضرتك ده إعاقة جسدية وإعاقة ذهنية. على عكس بقى نيجي نتكلم على MPS النوع رقم 4 ما فيهوش أي إعاقة ذهنية والولاد شاطرين جدا وبيروحوا المدارس ومن الأوائل وبياخدوا جوائز وكل حاجة، بس المفاصل كلها بقى على عكس التاني كانت مفاصل يابسة، دي مفاصل لكن فيها نوع من الارتخاء. ارتخاء بالظبط حضرتك، وفي برضو تغير في شكل الوجه والقفص الصدري
طبعا اي تغير في القفص الصدري بيأثر على القلب والرئتين والتنفس. بس ذهنيا اولاد دول ممتازين. ايوه احنا يعني في نهايه حلقتنا بنتمنى لكم التوفيق في المركز، وان انتم تقدروا تعالجوا اكبر قدر ممكن من مرضى الامراض الوراثيه او اختلال التمثيل الغذائي. تشرفنا بحضرتك على شاشه نيل الاخبار الدكتوره اكرام فطين، استاذ الوراثه البيوكيميائيه بالمركز القومي للبحوث، وايضا المشرف على وحده العلاج بالانزيمات. شكرا ليكي دكتوره. شكرا لحضرتك. مشاهدينا انتهت هذه الحلقة من برنامج حديث العلم، الأسبوع القادم حلقة جديدة، إلى اللقاء.